الله أكبر، قصف عنيف على الخطوط الشرقية، صواريخ أرض أرض. الله أكبر، جيش الإسلام، الجبهة الإسلامية، مدينة المليحة. هكذا بدا الوضع الميداني في بلدة المليحة في الغوطة الشرقية. غارات متواصلة واشتباكات عنيفة لم تهدأ منذ 3 أيام بين الجيش السوري والمقاتلين المعارضين. 17 مقاتلا من كتائب معارضة قتلوا خلال الساعات الماضية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك خلال تصديهم لمحاولة اقتحام الجيش السوري للبلدة المحاصرة تماما كما الغوطة الشرقية منذ أكثر من 5 أشهر. حصار أودى بحياة رضيع في بلدة جسرين، وهو الثالث الذي يسقط جراء سوء التغذية والنقص الفادح في المواد الغذائية والأدوية. انظروا يا أحرار العالم، أطفالنا يموتون جوعا وأنتم تملؤون بطونكم خلف موائدكم. وتزامنا مع التصعيد على جبهة الغوطة عاد سقوط قذائف الهاون على العاصمة دمشق، إذ أفاد المرصد عن سقوط قذيفتين في محيط مبنى الأركان في منطقة الأمويين وأخرى قرب مبنى السفارة الروسية في المزرعة. وكالة سانا أكدت من جهتها إصابة ما يفوق 20 مواطنا بالقذائف التي طالت قبل ساعات منطقتي باب توما والبحصة وسط العاصمة.